أخيرا وبعد فترة طويلة جدا من العناء عدت الثانوية العامة على خير بحمد الله بحلوها ومرها. الطلبة دلوقتي ما بتفكرش إلا في حاجة واحدة بس، هدخل إيه؟ إيه الكلية اللي ممكن أدخلها وأمشي فيها؟ إيه الكلية اللي بتتناسب مع المجموع اللي أنا جايبه؟ ويا ترى الكلية ديت كويسة ولا حاجة والسلام؟ كل ده تفكير بيفكر فيه طلاب الثانوية العامة بعد نتيجتهم، بعد ما شافوا النتيجة، وكل واحد فيهم بيفكر مستقبله هيكون ازاي. تعالوا نتعرف على التنسيق السنة دي هيكون عامل ايه، كمان ايه الكليات اللي ممكن تدخلها وتمشي فيها ويكون لك حظ كويس في الكلية دي، وان شاء الله يكون لك مستقبل وانت بتتخرج منها. هنتعرف على كل ده في الفيديو اللي هنسمعه دلوقتي وهنشوفه، لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بيكم على قناتكم، قناة درس مش خصوصي مع محمود زكي. لو أنت جديد ومشتركتش في القناة، ياريت تشترك وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعار بكل جديد. ولو عجبك الفيديو ان شاء الله لايك وشير علشان الكل يستفيد. طلاب كتير دلوقتي بتسأل، يا ترى ايه الكلية اللي هدخلها وهمشي فيها ولا لا، ودي اللي انا كنت عايزها، ولا الكلية اللي انا هدخلها دي كلية والسلام؟ التنسيق هيبقى عامل ازاي دلوقتي؟ مجموعي يدخلني ايه؟ كل ده هنتعرف عليه ان شاء الله من خلال التنسيق اللي المؤشرات بتاعته كلها بتقول ان هو غالبا هيكون زي تنسيق العام الماضي اللي هو 2018-2019. لو في تغيير هيبقى تغيير طفيف جدا، تغيير بسيط للغاية. تعالوا نتعرف على تنسيق السنة اللي فاتت كان عامل ازاي، الكليات قبلت بمجاميع ايه، علشان نبقى عارفين ايه الكلية اللي ممكن ندخلها بمجموعنا. قبل ما نتكلم على التنسيق بنحب ننبه لحاجة مهمة جدا، ان المجلس الاعلى للجامعات الخاصة في مصر حدد موعد التقديم في الكليات الخاصة للعام الدراسي 2019-2020، طبعا هو العام اسمه كده، زي ما اوضح الدرجات الحد الادنى لدخول الكليات الخاصة زي كلية الطب والصيدلة والهندسة وتنسيق الكليات الخاصة عام 2020 في مصر، وكمان بالتفصيل موعد تقديم طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في الكليات الخاصة في مصر والأوراق المطلوبة للتقديم والحد الأدنى للقبول. وبنقول لكل الطلاب اللي عايزين يقدموا في كليات خاصة عليهم ان هم يروحوا بكرة ان شاء الله يسألوا، علشان لازم يحجزوا مكان قبل ما الكليات دي تاخد العدد بتاعها وتستكفي، يعني طبعا حتى في طلبة بيجيبوا مجاميع كبيرة وبيحبوا يدخلوا جامعات خاصة. الحد الأدنى لدخول الكليات الخاصة في السنة اللي احنا فيها دي في الجامعات المصرية حسب ما أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في مصر، إن الحد الأدنى للتقدم للطلاب المصريين في الكليات الخاصة سنة 2020 هيكون على النحو التالي. الحد الأدنى لدخول كلية الطب الخاصة هيكون 95%، والحد الأدنى لدخول كلية طب أسنان خاصة الصيدلة الخاصة هيكون 89.5%، أما كلية العلاج الطبيعي الخاصة فهتكون من 90%، والحد الأدنى لدخول كلية الهندسة الخاصة والحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة الخاصة هو 80%. أما الحد الأدنى لدخول كلية الفنون التطبيقية والعلوم الطبية التطبيقية فهيكون من 70%، والحد الأدنى لدخول كلية علوم الحاسب والتكنولوجيا الحيوية 60%، والحد الأدنى لدخول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كلية الإدارة كلية اللغات والترجمة وكمان كلية الإعلام هيكون من 60%. أما الحد الأدنى لدخول باقي الكليات الخاصة فهيكون من 55%. أما الحد الأدنى لتنسيق الكليات الخاصة للطلاب العرب والأجانب في مصر اللي هم الوافدين يعني، فهيكون 85% لدخول الطب البشري وطب الأسنان،
صيدلة هيكون من 80% و70% لكليات العلاج الطبيعي، وكلية العلوم الحاسب والتكنولوجيا الحيوية هيكون 60%، الحد الأدنى لدخول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة واللغات والترجمة والإعلام هيكون 60%، أما الحد الأدنى لدخول باقي الكليات هيكون برضو من 50%، وده كله بالنسبة للجامعات الخاصة للعرب الوافدين. أما عن الحد الأدنى لتنسيق الكليات الخاصة للطلاب العرب والأجانب، فهيكون زي ما قلنا بالنسبة للصيدلة والعلاج الطبيعي. نيجي للكليات الحكومية، كليات علم علوم السنة دي طبعا في كتير جدا من الجامعات المتاحة للعلميين، ووفقا للمؤشرات بتاعة التنسيق بتاع المرحلة الثانوية يتوقع أن التنسيق الجامعي في السنة دي يكون مشابه إلى حد كبير لتنسيق عام 2019 اللي هو العام الماضي. طبعا والجدير بالذكر أنه أضيفت بعض كليات الأدب والعديد من الكليات الرسمية والخاصة، كمان في كليات الطب والعلوم متوفرة للطلاب. لو جينا لكليات علم علوم جامعة أسيوط هنلاقي الطب والمعهد الفني للتمريض طالبات، كلية الطب البيطري فرع الوادي الجديد، طب الأسنان، زراعة الوادي الجديد، زراعة، صيدلة، طب البيطري، التمريض طالبات. أما تنسيق كليات علم علوم جامعة المنوفية، كلية الطب هيكون من 403.5، التمريض طالبات والمعهد الفني للتمريض طلاب وطالبات كل ده من 403.5. أما تنسيق كليات علم علوم جامعة المنوفية، الطب 403.5 برضه هو التمريض والمعهد الفني للتمريض. تنسيق كليات علم علوم جامعة طنطا، الطب من 403.5، أما التمريض طلبة وطالبات هيكون من 391، طب الأسنان من 401.5، كلية الصيدلة يعني هتكون برضو قريبة من المجموعة. تنسيق كليات علم علوم جامعة حلوان، الصيدلة طبعا دي هيكون لسه مجموعة محددوش، طب هيكون من 402، وكمان التمريض طلاب وطالبات، والمعهد الفني للتمريض طلاب وطالبات لسه ما تحددش المجموع بتاعه. كلية الطب في تنسيق علم علوم جامعة المنصورة هيكون من 405.5، ودايما جامعة المنصورة في الطب بتكون أعلى، أما طب الأسنان من 401.5، طب البيطري من 394.5، صيدلة من 398.5، أما المعهد الفني للتمريض طالبات فلسه ما تحددش. تنسيق كليات علم علوم جامعة الزقازيق، الطب من 403.5، طب الأسنان 401.5، البيطري 394، صيدلة 398، أما التمريض طلاب وطالبات والمعهد الفني للتمريض فلسه ما تحددش. تنسيق كليات علم علوم جامعة المنيا، الطب من 403.5، طب الأسنان من 401، البيطري 394.5، صيدلة 398.5، أما كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض فلسه ما حددوش. كليات علم علوم جامعة المنوفية، الطب 403.5، طب الأسنان 401، طب البيطري 394.5، الصيدلة 398.5، أما زي ما قلنا كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض فما تحددش. علم علوم جامعة المنوفية، كلية الطب 403.5، والتمريض والمعهد الفني للتمريض محددوش. طب الإسماعيلية من 404، طب الأسنان في الإسماعيلية 401، الصيدلة في الإسماعيلية 397.5، طب البيطري في الإسماعيلية 393. أما طب الإسماعيلية احنا قلناه، الطلاب والطالبات بيدوروا على تنسيق السنة دي علشان يلتحقوا بالجامعات. وزارة التربية والتعليم بتقول رسمي النهاردة ومن خلال المقال ده ان يعني التنسيق هيكون متقارب الى حد ما للنسبة بتاعت السنة اللي فاتت. طبعا بيقولوا غالبا هيكون المرحلة التانية، يعني المرحلة الاولى هتكون طبعا لسه ما حددوهاش، لك المرحلة التانية وفقا للمؤشرات طبعا هتكون بحد ادنى 320 درجة للشعب العلمية، يعني 78.5 او 5%، حد ادنى، والادبي 279 درجة في اكثر بنسبة 68.5%، ده المؤشرات بتاعة المرحلة التانية. تنسيق الثانوية العامة وفقا للمؤشرات المرحلة التانية زي ما قلنا
كل اللي فيها. توقف الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة على مستوى الجمهورية عند 401 درجة، يعني 97.8 في جامعات حلوان وقناة السويس وبورسعيد والإسكندرية وأسيوط. الحد الأدنى للقبول طب حلوان وبورسعيد وأسيوط بدرجة 404 يعني 98.5. الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة جامعة القاهرة وطنطا والزقازيق وكفر الشيخ وعين شمس وسوهاج هيقف عند 401.5 يعني 97.92%، غالبا هيكون المؤشرات كده. في كلية الصيدلة جامعة المنوفية وجنوب الوادي هيكون 402.5 98.17%، صيدلة بالفيوم ودمنهور والمنصورة والسادات والمية 402 بنسبة 98.4، كليات العلاج الطبيعي هتقبل نفس المجموع ب 405 درجة بجامعات القاهرة وبني سويف وكفر الشيخ وجنوب الوادي. الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطري على مستوى الجمهورية هيكون 398 درجة يعني حوالي 97.7 بجامعات الوادي الجديد ومطروح والسادات وقناة السويس وبنها والإسكندرية. الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعي على مستوى الجمهورية هيكون 405 درجة يعني 97.68%. الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطري جامعة المنوفية هيكون 399.5 حوالي 97.4%. كليات الطب البيطري بجامعة المنصورة والمنيا والزقازيق وبني سويف 399 درجة بنسبة 97.3%. كليات الطب البيطري جامعة كفر الشيخ وجنوب الوادي وأسوان وسوهاج وأسيوط ودمنهور والقاهرة هيقف الحد الأدنى فيها عند 398.5 يعني بنسبة حوالي 97.19%. هندسة جامعة القاهرة 395 درجة حوالي 96.3%. أما الحد الأدنى للقبول بهندسة البترول والتعدين بجامعة السويس قناة السويس هيكون 405.5 يعني حوالي 98.9%. كلها دي مؤشرات زي ما قلنا بتاعت السنة اللي فاتت واللي غالبا هتكون لتنسيق السنة دي. أما القبول بكلية الهندسة جامعة عين شمس فهيكون بحد أدنى 392 درجة يعني حوالي 95.6%. القبول بكلية الهندسة شبين الكوم جامعة المنوفية 390.5 حوالي 95.2%. هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 394.5 حوالي 96.2%. هندسة بني سويف 393 درجة بحوالي 95.8%. طبعا دي كلها المؤشرات بتاعة تنسيق السنة دي اللي هيتوافق إن شاء الله مع السنة اللي فاتت. بندعي لكم ان ربنا يوفقكم تدخلوا الكليات اللي ربنا يكتب لكم فيها النجاح والتوفيق. السلام عليكم.